أهلا بكم في حلقة جديدة من مؤشر الحدث. دمار وفقر وجوع وغياب شبه كامل للكهرباء وأزمات في الطاقة والمواد الرئيسية ودخل فردي لا يتجاوز 30 دولاراً في أفضل درجاته، هذا هو واقع سوريا تحت حكم الأسد وقبل وقت قصير من موعد انتخاباته الرئاسية الشكلية. دعوات وتحركات لحراك سياسي وشعبي في المدن السورية ربما، وتخوفات لدى النظام من توسعها. نشاهد هذا التقرير ونعود للحوار. هنا سوريا الأسد، وهنا تحكي الصور عن معاناة السوريين دون أن يحتاج أحدهم إلى التعبير عنها، فذلك المصطلح لم يعرف السوريون خلال 5 عقود إلا في تأليف المواضيع الإنشائية المدرسية. أزمات متعددة تشهدها المدن والبلدات ويعيشها المواطن السوري منذ سنوات، فقر وجوع ونقص في المواد الأساسية والمحروقات والغاز والكهرباء ودخل شهري لا يسد حاجة الأسرة لأسبوع، تدهور للليرة مقابل الدولار، وتصريحات لمسؤولي النظام أن البلاد انتصرت. مع تعدد الأزمات وتوسعها ظهرت أصوات بدأت بنقد الواقع المر وتداعياته على مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال تصريحات لوسائل الإعلام، كان أبرزهم الفنانة منى واصف التي صرحت لإذاعة شام اف ام أنها تعاني المأساة مثل السوريين جميعا، بينما كان للنظام موقف مختلف مع شريحة منتقدة أخرى حيث اعتقل مجموعة بينهم الإعلامية في تلفزيونه الرسمي هالة جرف على خلفية الانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي والتهمة وهن عزيمة الأمة. صفحات عديدة على مواقع التواصل تحاول دفع الشارع في سوريا إلى التحرك، وعبارات تظهر على جدران في مناطق مختلفة من سوريا تندد بالنظام وتذكر بأيام الثورة الأولى، كان آخرها قبل أيام في حماة حيث استنفرت قوات النظام في المدينة وبحسب مصادر خاصة وقامت بسلسلة من الاعتقالات. فإلى أين يمضي الوضع العام في سوريا التي يقبل النظام فيها على إقامة انتخابات رئاسية رغم المواقف الدولية المعارضة؟ وما مدى وجود مؤشرات لحراك سياسي أو شعبي في ظل الواقع المتردي الذي آلت له البلاد تحت حكم مؤسسات أمنية كان شعارها منذ انطلاق الثورة الأسد أو نحرق البلد؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي في الاستوديو مدير تحرير موقع صوت العاصمة الصحفي أحمد عبيد، ومن باريس عبر سكايب الكاتب والمعارض السياسي السيد ميشيل كيلو، ومن باريس أيضا مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الأستاذ مازن درويش. أرحب بكم جميعا. أستاذ أحمد عبيد أبدأ معك، ما الأحداث التي يمكن اعتبارها والنظر إليها كإرهاصات لأي حراك أو تحرك، أو يعني حتى لو كان أقل من ذلك، يعني حتى إذا كنا هنا لا نتحدث عن مظاهرات أو ما إلى هنالك في الداخل السوري في مناطق النظام تحديدا؟ نعم، مساء الخير. بداية، الوضع المعيشي بمناطق سيطرة النظام هو نفس الوضع القديم المتجدد المتفاقم بالفترة الحالية، يعني الشعب عم يعيش أزمات مستمرة بدون انقطاع، أزمة خبز، أزمة غاز، أزمة محروقات وغيرها، يضاف إليها يعني زيادة كبيرة بالأسعار. يعني عام 2020 تم تسميته عام الجوع بسوريا، لكن بعام 2021 من بدايته لليوم ارتفعت الأسعار بنسبة 40-50%. كل هي الأحداث وكل الارتفاع بالأسعار والضغط الاقتصادي والمعيشي على الأهالي يعني زاد من حالة الغضب عند الأهالي، زاد من حالة الانتقادات، يعني ملايين الانتقادات يوميا تتوجه لكن بطرق محدودة يعني ولأشخاص محدودين، يعني رغم يعني سوء الأوضاع، رغم خوف الناس من التدهور، ما أبرز الملامح التي تعبر هذه الحالة بها عن نفسها في الداخل اليوم؟ قلت لك يعني هي
الغضب يعني هل نتحدث هنا عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأن النظام يقوم بالملاحقة، ملاحقة ما يسميه جرائم إلكترونية، أصبح الانتقاد كما تفضل يسمى جريمة. الغضب الشعبي ظاهر بالشارع بين الناس، بين الأهالي نفسهم، يعني حديث الشارع بيحكي عن سوء الأوضاع، بيحكي عن كل هي التراجع بالخدمات أو ندرتها. يعني وسائل التواصل الاجتماعي كانت هي يعني المكان الأبرز للتعبير أو للانتقاد أو للهجوم على الحكومة أو على النظام بشكل عام. لكن بعد القرار الأخير، يعني القرار الأخير نص على ملاحقة أي شخص ببث اعتبروه أخبار كاذبة، وعقوبتها من سنة وغرامة مالية ولوحقة. يعني بهذه التهمة حتى إعلاميون مؤيدون للنظام. بالضبط بالضبط. يعني تم اعتقال مذيعة أخبار، تم ملاحقة كذا مرة، يعني من قبل هذا القرار تم ملاحقة أشخاص عملوا كميدانيين على الأرض، كمراسلين ميدانيين. وسام الطير شخص كان من أبرز المروجين للنظام، تم اعتقاله عند أول انتقاد قدمه. وهلا الجرف كما تفضل. بالضبط طيب. بالضبط. كان هناك حديث عن عدة مدن سورية ينتشر فيها الأمن بشكل ملحوظ، وكأن هناك أحداثا مثل بعض الكتابات على الجدران في دمشق، ربما كانت هناك حوادث من هذا النوع، وفي حما. هل تتوقع أن هذه الحالة يمكن أن تعمم أو يبنى عليها، أو يمكن القول عنها بأنها بالفعل إرهاصات حراك؟ سوء الأوضاع أغضب جميع الناس، لكن درجة الخوف عند شخص لشخص ثاني بتختلف. ففي أشخاص اختاروا الكتابة على الجدران، يعني في مثلا بمنطقة التل في عدة مناطق بريف دمشق اعتمدت على الكتابة على الجدران على تمزيق الصور، بحمان نفس الموضوع. لكن الموضوع أنه يتطور لاحتجاجات أو لمظاهرات علنية بالوقت الحالي مستبعد نوعا ما. يعني مظاهرات السويدة وقت اللي طلعت فورا حاول النظام أنه ينيم الموضوع، حاول أنه يرضي الأهالي ليهدي هذا الوضع، خاصة هلأ يعني خلال هي الفترة القصيرة، هدول الشهرين أو ثلاثة شهور اللي جايين، النظام عم يحاول يعني بشتى الطرق أنه يخلي الساحة هادية. طبعا هذا الكلام من مصادر على الأرض، من مصادر حضرت اجتماعات خاصة مع الروس. يعني الروس طلبوا من اللجنة المركزية بجنوب سوريا بدرعا، وطلبوا من شخصيات معارضة ببلدة كناكر تهدئة الوضع لمدة ثلاثة شهور. يعني كان الكلام علنا هدوا الوضع فقط هدول الثلاثة شهور، وبعدها بنعمل مفاوضات، بعدها بنعمل اتفاقات جديدة. فواضح أنه النظام عم يحاول أنه يهدي الساحة كاملة قبل فترة الانتخابات، يعني كي يكون ربما الوضع أجلى وأوضح بالنسبة له. أستاذ مازن، هل تعتقد أنه بعد هذه السنوات، بعد كل الجرائم التي ارتكبها النظام، يمكن أن يكون هناك أي تحرك بالفعل؟ هل من أحد قد يجرؤ أو يستطيع القيام بذلك؟ شكرا لك وللسادة الحضور والسيدات والسادة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة أنا يعني بتفق مع العرض اللي قدمه الزميل أحمد، وأن كنت كمان لا أعتقد أنه نحن للأسف رح نشهد حالة يعني انفجار مجتمعي أو حالة ثورة، رغم الظروف السيئة جدا جدا اللي عم بمر فيها اليوم المواطن السوري. لكن أيضا علينا أنه يعني نعرف ومنعرف صرنا أظن كسوريين طبيعة النظام وآليات حكمه، الإنهاك اللي يعاني منه المجتمع السوري قتلا وتشريدا واعتقالا وتغييبا، كل هذه الظروف، بالإضافة إلى أنه للأسف الشديد لم تتمكن أيضا المعارضة من يعني احتواء المواطنين اللي موجودين تحت سيطرة النظام، بنت حواجز بيناتهم، وأيضا المواطنين الموجودين ربما. صحيح، وأيضا يعني لا يوجد حتى لغة وطنية جامعة بهذا المعنى. بالإضافة إلى أنه المواطنين القابعين تحت سيطرة النظام، حتى الأشخاص اللي هن ضد النظام أخلاقيا، لم تعطيهم المعارضة السورية نموذج بديل أفضل مما يقدمه النظام. المواطن السوري شاهد المناطق اللي خرجت عن سيطرة النظام، شاهد أنه ما له فعلا مصلحة حقيقية بالانتقال من دولة الأسد على سبيل المثال إلى دويلة الأسد في دوما. نفس الآليات، نفس الأدوات، نفس الـ الأشكال القمعية اللي بيطبقها النظام. فوتوكوبي حاول يعني مثلاً مسؤولية من تطبيقها. كانت هذه؟ يعني قد
يجيب أحد على هذه النقطة بأن هناك فئات أيضا لم تنخرط بالثورة في ذلك الوقت ولم تنخرط حتى في المعارضة، وبالتالي لم يكن لها هذا التمثيل في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، إضافة إلى عسكرة الثورة بالطريقة التي يبدو أن النظام يعني دفع السوريين دفعا إليها، يعني قد يكون هناك أسباب موضوعية ولا تتحمل المعارضة كل مسؤولية ذلك. يعني أنا ما عم بحكي عن تمثيل هدول الأشخاص بالمناطق الخاطئة يعني اللي خرجت عن سيطرة النظام، عم بحكي كيفية إدارة هذه المناطق. لم نعطي نموذج للمواطن السوري المتردد الخائف اللي عنده شكوكه الموضوعية اللي عنده مخاوفه الموضوعية، لم نعطيه بديل أفضل، لم نعطيه نموذج أفضل حتى يحارب أو يقاتل من أجله. واليوم هذا نحصد ثماره الآن في سوريا لما الأشخاص حتى اللي عندهم أسباب اقتصادية للخروج على النظام لا يجدوا بالطرف الآخر بديل أفضل، لا على المستوى القيمي ولا على المستوى الوطني ولا حتى على المستوى الإداري أو الخدماتي. هذه الظروف كلياتها مجتمعة أعتقد أنه يعني رح تمنع وصول الأمور إلى درجة الانفجار، بالإضافة إلى أنه كمان يعني حديثك عن البديل أستاذ مازن، هل نتحدث هنا نحن عن المعارضة السياسية؟ يعني لأنه لا يمكن وضع المعارضة السياسية بكل تعثراتها بمقابل مجرم حرب كبشار الأسد. ما الموضوع المقارنة من هو مجرم أكثر؟ مو هذا الموضوع أبدا، مو هذه المسألة، لكن أنا عم بحكي عن المناطق اللي خرجت عن سيطرة النظام، المناطق اللي تمت إدارتها سواء من فصائل عسكرية أو من يعني أشكال وتشكيلات مدنية، لم تعطي نموذج أفضل. ما شفنا نحن مثلا بدوما أي نموذج يشجع الناس في دمشق حتى أنه هن يصوروا ضد النظام أو يلتحقوا، يعني لأنها كانت في حالة حرب وليست في حالة إدارة وسلطة ودولة كما هي مناطق النظام. ومع ذلك أستاذ مازن، يعني أنا هنا أتحدث عن الهواجس التي يعني يفكر بها السوريون، ربما هناك من يقول الآن أن المناطق خارج سيطرة النظام يعني اقتصاديا ومعيشيا رغم أنها يعني متأزمة بالحرب أكثر ربما هي أفضل، خاصة المناطق على الحدود التركية بشكل أو بآخر. مرة أخرى عزيزتي، أنا يعني أكيد المناطق هذه لها شروطها وظروفها، لكن عم بحكي عن طريقة إدارتها. نعم. يعني منشان كمان نكون دقيقين، حالة الحرب لا يعني لم تستدعي اعتقال الإعلاميين أو الناشطين أو الآراء المخالفة في 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 الغوطة الشرقية. حالة الحرب لم تستدعي بناء أو اتخاذ سجون ومقرات وخطف الناشطين، هذا موضوع مختلف تماما عن حالة الحرب. منشان كمان ما نحمل كل القضايا، يعني علينا أيضا أن ندرك أخطائنا، إذا ما قمنا بإدراك أخطائنا وتحليلها ما منكون للأسف استفدنا أي شيء من كل هذه التجربة خلال العشر سنوات. المناطق اللي هي موجودة على الحدود التركية، المناطق ممكن بشمال غرب اقتصاديا قد تكون هناك شريحة أفضل، لكن أيضا المواطنين السوريين اللي نزحوا، المواطنين السوريين الموجودين اليوم بالمخيمات، أهلنا اللي موجودين بالمخيمات ظروفهم سيئة للغاية اليوم. يعني السوري للأسف اللي داخل مناطق سيطرة النظام أو خارج مناطق سيطرة النظام يتفقوا على شيء واحد، على رغبتهم من الخروج خارج سوريا. هذا لما بنسأل نحن سواء المواطنين الموجودين بمناطق تحت سيطرة النظام أو بالمناطق اللي خرجت عن سيطرته، للأسف فعلا هذا يعني هذا نشاهده في كل الاستطلاعات وفي محيطنا وفي عائلتنا التي في الداخل. أستاذ ميشيل، إذا كان هناك بوادر لحراك، هل من قادة يمكن في الداخل أن يدفعوا بالأمر نحو الأمام؟ يعني لم يترك النظام أحدا، يعني رموز المعارضة التقليدية هم الآن جميعا في الخارج، الشباب الذين أقاموا الثورة هم في الخارج، ومنهم من استشهد في السجون، ومنهم من تحول إلى الثورة العسكرية، وربما أيضا هم خرجوا اليوم من سوريا. المؤيدون أنفسهم يعود النظام إلى اعتقالهم، يعني حتى هذا المنفذ الذي كان يتركه للتنفيس بين الحين والآخر لم يعد موجودا ولم يعد مسموحا. هل يمكن أن يقاد أي حراك اليوم من الداخل بالمعارضة الموجودة في مناطق النظام نفسها؟ أول شيء تحياتي لكم وللشباب، لأستاذ مازن بشكل خاص. أهلا بك. أظن أنه الموضوع اللي تطرق له الأستاذ مازن موضوع مهم جدا، يعني الثورة صارت وقالت للناس أنه أنتوا رايحين على نظام حريات ومساواة وعدالة وكرامة إنسانية،
هذا لا يوجد له أي أثر بالمناطق اللي خرجت على سلطة النظام. وبهالمعنى ليس هناك نموذج يغري من يعاني الجوع والاضطهاد وإلى آخره أن يخاطر بنفسه كي يصل إلى منطقة يعتقد أنه سيعامل فيها بطريقة إنسانية. طب يعني أستاذ ميشيل اسمحني أن أداخل عليك مبكرا. تفضلي. يعني هل تقول الثورات ذلك؟ هل من واجب الثورات اليوم أن تقدم هي هذا النموذج مبكرا في سنواتها الأولى بينما الناس يتعرضون للتنكيل والحرب؟ لشو صارت الثورات؟ بيوم اليوم كان في 65% من سوريا خارج سيطرة النظام. ما هو النظام الذي كان قائما فيها؟ فعليا أشكال متدرجة بهذا القدر أو ذاك من الجودة أو السوء للأحوال الموجودة في سوريا قبل أن تقوم الثورة. على كل الأحوال ما هذا يعني هذا موضوع مهم جدا أنا برأيي بيستاهل شي مرة نعمل له ندوة. بس أنا بدي أقول مجموعة أشياء فيما يتصل بإمكانية أن يكون هناك ثورة أو انتفاضة في الداخل. بعتقد أنه لا هالإمكانية ليست موجودة وبعتقد أنه لا داعي لهذه الإمكانية أيضا حتى لو نفرط بالناس لأنه نحن من تجربتنا شايفين أن النظام متماسك على المستوى الأمني وأنه بالحقيقة ليس أي شيء آخر غير نظام أمني قتلي إجرامي نظام قتل مفتوح وهو سيبطش بالناس وهم في حالة مزرية إلى أبعد الحدود كما لم يبطش أحد بأحد لأن النظام يعتقد أن تحرك الناس هو سيكون نوع من الاستفتاء ونوع من الرسالة التي تبلغ للمجتمع الدولي وليس خطرا حقيقيا عليه لأن الناس في الداخل لا يملكون تنظيم سياسي ولا قيادة سياسية ولا وسائل تواصل مفتوحة وليس لديهم مجال عام مفتوح. يعني إذا بتأخذي دمشق هي الآن مقسمة إلى عشرات المدن وليست مدينة واحدة. فأنا بعتقد أنه هذا صعب بسبب العنف تماسك الجهاز الأمني للنظام كل الفترة الماضية وضع الناس المأساوي. لكنني أعتقد أن هذا الكلام الذي يقال هنا وهنا حتى من أطراف موالية للنظام مثل المذيعة الأستاذة الجرف هذا الكلام مهم جدا باعتباره شهادة من الداخل ترسل إلى العالم لتقول له رأي فيما تعيشه في ظل النظام ورفض لهذا النمط من العيش في ظل النظام. وهذا الشيء المهم بالحقيقة خاصة أنها تقترن مع كتابات على الجدران وطالب بشار الأسد أن لا يترشح وهذه أيضا رسالة للعالم لها دلالة وكأن هؤلاء الأشخاص فعليا قاموا بمظاهرة وقالوا يا بشار لا تترشح أو نحن مظلومين أو نحن جائعين أو يا عالم أسفنا لأن الرسائل التي ترسل إن كان بالتصريحات الجزئية اللي بتنقلها وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالتصريحات اللي بتنقلها أدوات السلطة الإعلامية والتي تقول أنه نحن نشتهي الموت حتى نخلص من الحالة اللي نحن عايشين فيها هذه الرسائل إذا أحسن استثمارها والتفاعل معها وتبنيها ووضعت داخل نسق سياسي معقول وطني واضح يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي مثل أي مظاهرة وربما مثل أي ثورة أيضا بالداخل. طب هذا يأخذني إلى سؤال آخر هل ما زال هناك ما يربط المعارضة الموجودة اليوم في الخارج يعني لنقل التي تفاوض الآن بغض النظر عن مدى تمثيلها بالفعل للثورة أو للسوريين هل هناك رابط بينها بين تطلعاتها وأهدافها وبين أي حراك يمكن أن يخرج من الداخل أم أن هذا الرابط قد قطع تماما ولا يمكن الاستثمار بمن للأسف. يتحرك في الداخل يعني لأنه للأسف. حتى لا. المعارضة الموجودة أستاذ ميشيل اليوم داخل سوريا تختلف هم في هيئة التفاوض يختلفون اليوم المنصات مع بعضها تتناحر أنا أقول لك للأسف لا ليس هناك هذا الرابط لكن هذا الرابط إذا وجد فسيكون لهذه الرسائل الرمزية دلالة سياسية فائقة الأهمية فيما يتصل بموقف العالم من النظام ومن الوضع في سوريا. الناس تتحدث تقول رأيها تعبر عن تذمرها لا تستطيع أن تخرج في مظاهرات لأنه أنا بتمنى من كل قلبي ما يطلعوا مظاهرة سيفتك بهم وسيبطش بهم على آخر واحد منهم بس بهذا الشكل من المقاومة الذي يبدونه والذي يعبروا فيه عن مدى المأساة اللي عايشين هي رسائل للعالم إذا أحسننا نحن
وعلينا أن نحسن بطبيعة الحال بغض النظر عن وين نحن وما وين نحن، هذا واجبنا وهي مهمتنا. نعم. علينا أن نحسن استثمارها وإيصالها للعالم باعتبارها رسائل من الداخل تعبر عن موقف الشعب السوري. طيب. وليست مجرد كتابات عارضة على حيطان، أو علما بأن هذه الكتابات مهمة انتشرت في أكثر من محافظة وجميعها تقول لبشار يا مشرشح لا تترشح، تقريبا بصيغة واحدة وبلغة واحدة، وكان هناك هذا له بعض دلالة كبيرة، وعلينا نحن أن نفيد منه وأن نضعه في الحيز الضروري كي يفهم العالم أن هذا هو رأي الشعب السوري، لا يريده أن يترشح، لا يريده أن يبقى رئيسا. طيب. وهو يعاني في ظله ما لم يعانيه. طيب. بتاريخ يعني سوريا. سنعود للحديث عن نقطة الانتخابات أيضا أستاذ أحمد، يعني هل هناك ما يدل على توتر حقيقي اليوم لدى النظام من أي حراك محتمل؟ ما أبرز ما يدل على ذلك؟ يعني ربما شاهدنا موقفا مثلا لوزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية، ما أبرز ما يقوم به النظام ويدل على إرباكه أو توتره خلال هذه الفترة الموجودة؟ يعني بالوقت الحالي كل المؤشرات لتوتر النظام يعني بتتجسد بالعملية الأمنية اللي عم ينفذها بالمنطقة، يعني حاليا زادت وتيرة الملاحقات الأمنية، غالبا تهم هي إجراء اتصالات، يعني اليوم أي شخص ممكن يحس أنه هو عم يهدد بخلق احتجاج مثلا أو تنسيق لأي شيء، فتهمته هي التواصل مع جهات معارضة بشمال سوريا، هي التهمة فورا على أمن الدولة، وزادت كتير بالفترة الأخيرة، يعني حتى اليوم كان في عملية اعتقال اليوم بمدينة دوما بالغوطة الشرقية. العمليات الأمنية من جهة، التصريحات المتضاربة من جهة تانية، يعني أي شيء عم يصير عليه انتقاد أو أي مطلب عم يحس النظام أنه هو مطلب شعبي، عم يحاول فورا أنه يطلع التصريح، يحاول أنه يعني يمص غضب الناس. كل العملية اللي عم يقوم فيها حاليا هي بس تهدية الساحة بدون أي إنجاز حقيقي، بدون أي وعد صادق، فقط هي بس تهداية الساحة، محاولة لتخدير الناس، محاولة لمص الغضب. يعني نوعا ما قبل فترة الانتخابات ما بده يصير أي حراك أو أي احتجاجات بالمناطق كلها. وهذا يبدو أن روسيا أيضا حريصة عليه، وهذا مرتبط حتى بالمثال الذي ضربته منذ قليل وما له علاقة بالجنوب وتدخل الروسي الذي حدث هناك ومحاولة تهدئة الوضع. لكن يعني هذا يطرح سؤال آخر، هل تسعى روسيا إلى أي انفراجات في مناطق النظام اليوم على الأقل من أجل اجتياز مرحلة الانتخابات؟ يعني كما تحدثنا منذ قليل، هناك من يرى بأن هناك بعض التدخلات التركية التي يتحفظ البعض عليها وربما يراها البعض الآخر جيدة، لكن تحسن الوضع المعيشي في الشمال السوري، استبدال العملة ربما، وهذا أيضا ليس رأيي، هو بعض يعني ما يطرح من آراء للاقتصاديين. هل تقوم روسيا بأي جهد من أجل إنقاذ مناطق النظام على الأقل مؤقتا وأمام المجتمع الدولي؟ الجانب الروسي بالنسبة للنظام هو الداعم الأكبر اقتصاديا، عمليات التنسيق مع التجار ورجال الأعمال اللي عم يفوتوا الشحنات بشكل شخصي على سوريا كلها عم تتم بتنسيق روسي وبمساعدة روسية، حتى على الأرض مع المدنيين بشكل مباشر. يعني روسيا خلال الشهرين الماضيين نفذت عشرات عمليات توزيع، يعني مساعدات إغاثية روسية بمئات المناطق السورية. التدخل المباشر من الروس، يعني أي منطقة عم يصير فيها أي توتر ولو كان صغير، فوراً وفد روسي عم يدخل على المنطقة يقدم وعود بحل كل المطالب اللي عم يطالبوا فيها الأهالي، يعني سواء كان ملفات أمنية أو معتقلين أو حتى الأوضاع المعيشية. الروس حريصين جدا على تهدية الساحة بالوقت الحالي، حريصين جدا على تعويم النظام حتى بمناطق معينة، غالبا هي مناطق التسويات اللي تمركزت فيها الميليشيات الإيرانية. روسيا عم تحاول تقنع الأهالي وتقنع الجهات النافذة بهي المناطق
على أنه هي ضد المشروع الإيراني بسوريا وهي مساعد للأهالي ضد أي توسع شيعي أو إيراني بمختلف المناطق. يعني سنعود للنقاش لكن بعد فاصل قصير. يتمدد الظلام فيصبح الوطن ضيقا كسجن. تعتقل الأحلام من عمق القهر. تتسرب حكايا الناجين من سجون الأسد وتحكي. الأب يشرب مع الحياة، بنت تجي وتسأل أبوه وأنت البابا، هذا سؤال ما بينسأل غير بالظروف سجون الأسد، يعني ما بصير. طلعت على هالدائرة الضوئية لقيت مكتوب كلمات: غدا ستشرق الشمس ويضيء فجر جديد، بكرة أحلى. سلسلة توثيقية تنبش حكايا الألم وتصرخ يا حرية. أرحب بكم من جديد مشاهدينا وضيوفي، وأعود للبدء مع السيد مازن، أستاذ مازن درويش. هل هناك أطراف اليوم من داخل النظام يمكن أن تقوم بتحركات معينة تؤثر على الشارع؟ وأقصد هنا رامي مخلوف الذي يجري الحديث الآن على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك من مؤيديه قد يقوموا بحراك ما، لسيما قبل الانتخابات. بالحقيقة يعني ما بظن بهذا الموضوع. أعتقد يعني قضية رامي مخلوف تم التضخيمة والمبالغة فيها بشكل كبير جدا. ممكن يكون المرض العضال وموت محمد مخلوف أبو لرامي يعني شكل هذا الفراغ، وشكل هذا يعني حالة عدم التوازن جوات العائلة مما خلق مشاكل. ممكن يكون فعلا يعني أسماء الأسد ما بدها تسمح لرامي مخلوف بأنه يسكر هذا الفراغ اللي خلقه وفاة محمد مخلوف. لكن يعني ما بظن انه فعلا فينا نبني على الخلافات والمشاكل بين رامي مخلوف وعائلة الأسد، واللي يمكن تكون هي يعني للأسف يعني مجرد خلافات مالية ضمن العائلة بحد الأقصى. ما بظن انه ممكن يكون في تبعات سياسية او انقسامات سياسية لألا. بس اذا سمحتي لي يعني بسياق ايضا يعني متصل بأرجع يعني الإشارة الهامة اللي إشار إلى الأستاذ ميشيل كيلو، اللي هي أنه هذه التحركات هي قد تكون رسائل سياسية هامة جدا. هذه الرسائل على المعارضة أن تلتقطها، علينا أن نحسن استخدام هذه الرسائل. أهلنا بالداخل السوري ما يقومون به، هذه الحركات البسيطة، هذه التعبيرات الممكنة والخطرة رغم بساطتها، ممكن تكون كتابة على جدران أو هيك أشياء، مع ذلك هي في غاية الأهمية سياسيا. إذا استطاعت المعارضة السورية التقاطها ويعني توجيهها لصناع القرار بالمعنى الإقليمي والدولي، لأنه للأسف اليوم يعني الحالة السورية مدولة، ولا نمتلك كسوريين يعني القسم الأكبر أو الأهم في مصيرنا بالمستقبل. هذا ممكن يكون استثمار بغاية الأهمية، هذا ممكن يكون فعلا إله يعني خصوصية تحديدا بهذه المرحلة اللي عم نحكي فيها عن مرحلة الانتخابات ومحاولة إعادة تعويم النظام. طب ما الذي يتطلب ذلك أستاذ مازن؟ يعني تحدثنا نحن عن المعارضة، عن انقطاع التواصل والخطاب مع الداخل، عن النموذج الذي قلتم أنها لم تستطع ربما تقديمه يعني بالشكل الأمثل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. ما الذي يعني هل هناك من أخطاء يمكن تجاوزها اليوم من قبل المعارضة، وبالتالي يمكن من خلالها البناء على ما يحدث في الداخل؟ يعني حقيقي دائما ممكن أنه نقدم أداء أفضل، دائما ممكن أنه نحسن من أدائنا أو أنه نتجاوز جزء من أخطائنا. ما بيصير يعني أن نستسلم إلى أنه الخطأ وقع ولا يمكن الخروج منه. بحاجة فعلا لإعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية السورية، بحاجة لإعادة إنضاج خطاب سوري قائم على المصلحة الوطنية السورية بشكل عام، بعيدا عن مصالح الدول، بعيدا عن الاصطفافات الضيقة والصغيرة. هذا قد يكون ممكن.
علينا أن نقدم نموذج فعلا يعني عابر للأشخاص، عابر لطموحات الأشخاص الفردية الصغيرة بالنهاية. هل هذا يعني متاح؟ أكيد ما نو بهذه السهولة، وأكيد اليوم مرة أخرى للأسف يعني في يعني هناك الكثير مما صنع الحداد حتى بمعنى الإقليمي والدولي، لكن هذا ممكن النظام يعني هل يمكن أن نوجه اليوم سؤال مثل لماذا لا تقومون بهذه المبادرات أنتم اليوم في الخارج؟ يعني هذا يعني أظن أنه يعني كمان في قد يكون هناك مبادرات. بالحقيقة أنا لا أمتلك الإجابة، أنا لست سياسي ولاني جزء من أي تنظيم أو حزب أو تكتل سياسي، يعني ما بدي ادعي ما لست فيه، وبنفس الوقت ما بدي أحكم على حالات فعلا قد لا أكون على علم فيها، لكن ما أعرف أن هناك محاولات، هناك سعي، قد ينجح هنا قد يكون فعال هناك، لكن فعلا أنا ماني الشخص المناسب فعلا لجاوب على هذا السؤال. لكن النظام هو عم بيحاول أنه يرسل هذه الرسائل السياسية سواء للإدارة الأمريكية الجديدة أو للفرنسيين، أو حتى إذا منشوف طيب. اليوم الحديث عن عملية التبادل الأسيرة الإسرائيلية مع 2 من المعتقلين السوريين بأرضنا بالجولان، هذه كلها رسائل سياسية. النظام عم يلعب بهذه المرحلة هذا الشكل من الرسائل، الخطابات اللي عم تكون فيها المؤسسات الدينية سواء للإدارة الفرنسية أو للإدارة الأمريكية الجديدة، العديد من التواصلات تحت الطاولة أو من خلال الدبلوماسية الخلفية تتم، بينما يعني هل يمكن أن ينجح النظام؟ يعني هناك خشية اليوم بأن مرحلة الانتخابات إذا اجتازها النظام فنحن في علوق لسبع سنوات قادمة. يعني سواء اجتازها أو ما اجتازها نحن في هذا العلوق. يعني للأسف كمان يعني شخص بشار الأسد ليس هو اليوم المشكلة الأكبر بالمعنى الشخصي، قد يكون له رمزيته أكيد طيب. بالنهاية لكن الحالة السورية أصبحت أعقد ومتجاوزة لشخص بشار الأسد تحديدا. وأيضا الأطراف اللاعبين الدوليين كما تفضلت سيد مازن، هذه النقطة أذهب إليك بها أستاذ ميشيل، كنت قد أشرت في مقالاتك الأخيرة ربما إلى نقاط كهذه، يعني يبدو المجتمع الدولي وكأنه يتعامل مع سوريا بطريقة مختلفة عن ملفات عربية أخرى. كان هناك مقارنة مثلا مع الملف الليبي الذي ذهبت فيه الأطراف إلى الحوار بينما لا تتم هذه الضغوط في سوريا، مع الملف اليمني الذي هناك اليوم حراك أمريكي ربما تجاه الحوثيين فيه بطريقة قد نستغربها اليوم كسوريين، لا سيما بالنظر للدور السلبي للحوثيين في اليمن. هل يمكن أن تجبنا أنت عن هذا السؤال؟ لماذا لا يحدث هذا مع السوريين اليوم؟ رح أرد على السؤال، بس فيه 4 ملاحظات بسيطة بدي أحكي عنها فيما يتصل بمعاش الناس. الأول هو اهتمام الروسي الشديد بالوضع المعيشي للناس، واهتمامهم بأن يبقى الوضع على ما هو عليه فيما يتصل بأشكال الاحتجاج والتذمر تجاه النظام. قبل كم يوم نزلت الشرطة العسكرية الروسية بطرطوس على تجمع من الأشخاص بدأ وكأنه سيحتج على وضعه المعيشي، وإجت الشرطة العسكرية الروسية نفسها، شي منها حكى وشي منها واجه وشي منها حامل عصي وشي منها حامل بنادق وإلى آخره. فالروس صاروا عم يعتبروا حالهم طرف سياسي داخلي في سوريا لديه أيضا مهام أمنية ومهام اقتصادية واجتماعية، وهي نقطة بعتقد أنها مهمة فيما يتصل بما علينا أن نفعله على المستوى الدولي. 2 طلب بشار الأسد من الروس بالفترة الأخيرة مساعدات، فقرروا أن يمنحوه مساعدات غذائية ونفط وغاز بـ1.5 مليار دولار على أساس أنه هي آخر مساعدة. فطلب منهم أن يعطوه المبلغ نقدا ثوري، بدو يسرقوا. فلما قالوا له ما في معنى مصاري نقدا، قال طيب اعطوني نصه واعطوني بالباقي حنطة واعطوني، يعني شوفي بأي مستوى نحن، بأي مستوى الرجل عم يتعامل مع أزمة الشعب، يعني انه بدهم يجيبوا لنا حنطة، قالوا لا بلا انا يعني اعطوني اياها مصاري الي، يعني لسه متوقع منه افضل من ذلك. النقطة الثالثة انا برأيي انه نحن مطلوب منا الان انه نعمل ملف مرتب كمعارضين، إن كان بالداخل إلا بالخارج، علما بأنه وضع الخارج، وهي نقطة كتير لفتوا أنظارنا إلى بعض السياسيين،
أنه كل ما توجهتوا بصفتكم الخاصة إلى جهة دولية بيعتبروا هذا تعبير عن انقسامات الشعب السوري وانقسامات المعارضة. يا ريت لو تخاطبونا دائما من خلال المؤسسات التمثيلية اللي نحن معترفين فيها. ومشان هيك هذا يعني شوي شوي ربط إيدينا. بس أنا راح أقترح أن يكون لدينا ملف. بهالملف ينحكى فيه عن تطور معيشة الناس بالخمس ست سنوات الأخيرة، وعن تخلق طبقة من المليارديرية يقال أنها والمليونيرية يقال أنها تبلغ 600 شخص، والطرق التي أصبحوا فيها مليونيرية، وأن نلفت نظر العالم إلى هذه الحقيقة، الحقيقة الفاضحة، أن هناك من جهة ثروات هائلة تتركز في أيدي قلة، ومن جهة أخرى لم يعد هناك بين المواطنين من يستطيع أن يشتري الخبز غالبا. حالة من الفقر لم نرها في سوريا منذ عقود. نحن من اليومين ثلاثة يعني. حكى معنا أصدقاء وقالوا لنا راتبنا 50,000 ما عدنا قادرين نشتري خبز، ميتين من جوعنا. ناس كان معهم ملايين وعندهم بيوت وعندهم مخازن وعندهم سيارات. فهذا الملف يمكن أن يرسل للعالم لحتى يقول للعالم هذا النظام وهذا الوضع أنتج هذا وأنتج هذا. طيب تفضلوا تصرفوا أستاذ ميشيل. يعني أود تفضل النقطة الرابعة وأنا راح أخلص بعدين برجع سؤالي، أنه في سياسة تجويع سابقة لقانون قيصر، ما هيك؟ ما بتتذكروا الجوع والركوع، محاصرة 3 ملايين سوري وقصفهم وتجويعهم ومنعهم بالدخول والخروج لمستوى أنهم في بعض المناطق أكلوا ورق الشجر وأكلوا الحشيش وإلى آخره ومات أطفالهم من الجوع. طيب. يعني هذا موضوع ما بصير نحن نتركه من إيدنا باسم أنه والله اليوم في قانون قيصر وبكرة في مدري مين باعت عريضة لهنيك أنه والله فكوا العصار، لأنه النظام بطعم الناس. النظام مجوع الناس قبل قيصر ومحاصرهم قبل قيصر، ومعتبر تجويعهم سياسة، ما أنه معتبره صباح، معتبره سياسة منظمة الهدف منها هو إركاعهم وإعادتهم إلى بيت الطاعة. هلأ بجي على السؤال إذا بتذكريني. قبل السؤال فقط أود أن أراجع معك نقطة كنت قد بدأت بها، موضوع الأدوار الأمنية والاجتماعية التي تحاول روسيا الاطلاع بها. قلت أنها يجب أن تعطينا إشارات إلى ما يجب أن نقوم به وإلى أين يجب أن تذهب المعارضة. فقط لو تفسر لي هذه النقطة، هل تعتقد أن الحل اليوم بيد الروس؟ هذا ما أصبحنا به. هذا اللي أنا بدي أقوله، هذا اللي أنا جاي عليه بالحقيقة واللي كان نسيت هو السؤال. أنا بعتقد أنه الدول التي كانت تنتظر الحل كي تأخذ حصصها في سوريا أخذت هذه الحصص قبل الحل. كل الدول المنخرطة في الشأن السوري، كان إيران إلا تركيا إلا بعض الأطراف الكردية اللي جاي من برا، إلا الروس إلا الأمريكان إلا الإسرائيليين، كله أخذ حصصه، وهذا يجعل الحل الآن مؤجل. وبالتالي نحن سنمر شئنا أم أبينا بمرحلة مؤجلة فيها مسألة إيجاد حل للأزمة السورية وإيجاد حل لأزمة السوريين، لأنه في سوريين عايشين بالوحل وبالجوع وبالموت داخل وخارج البلد. فهذا الوضع علينا أن نتحرك فيه بكل ما يمكن من دينامية وسرعة وعقلانية وفق خطة حقيقية لبناء موقف ذاتي في حال أو عندما سيكون هناك انتقال من هذا الوضع المجمد، وضع المحاصصات، إلى وضع الحل، أن يكون لنا، أن يكون للسوريين. هل هناك مبادرات بسيط؟ وأود إجابة سريعة جدا عن ذلك. لا، ما في مبادرات للأسف. يجب أن نعمل عليه. الحكي اللي نحن عم نحكي فيه وعم نضغط فيه. طيب. وليس هناك مبادرات. وهذا الغريب يعني. أنه لا إذا صارت مشكلة أنت بتستغليها، ولا إذا صار هدوء أنت بتستغلي، ولأنك مدركة أنه وضعك الذاتي هو اللي بده يحسن بالنهاية الحصة اللي تطلع عليك أو إذا كان بيطلع عليك شيء. يعني وضع الشعبي عمل ما هو عليه وقدم كل التضحيات، ضل هالعالم اللي بتحكي أنه هي بتمثل هالوضع الشعبي بطبيعة. حرك لنا حالة شوي، الله يعطيهم العافية، حركوا حالهم شوي ويعملوا شيء يعني حتى طيب. ما تطلع الناس بوش. يعني لدي مجموعة من النقاط سأحاول المرور عليها سريعا قبل نهاية وقت الحلقة. أستاذ أحمد، إلى متى قد يستطيع النظام المقاومة إذا كنا نتحدث الآن عن الشق الاقتصادي؟ يعني كما تفضل السيد ميشيل، هم يحاولون تجيير حتى ما يأتيهم من مساعدات ربما بأساليب وطرق تفيد يعني الطغمة في النظام. نعم، النظام مستمر بمحاولة ترميم الاقتصاد ومحاولة يعني يبقى واقف اقتصاديا لطول ما في جهات داعمة له، إيران داعم مباشر، روسيا داعم مباشر، في منظمات دولية
داعم مباشر للنظام، والنظام عم يستغل كل شيء إغاثيا، طبيا، عسكريا. أي مساعدة عم توصل لسوريا النظام عم يستغلها ليثبت حاله ليقدر أنه يتابع ولو خطوة جديدة. الفكرة الرئيسية عنا لأمتى الناس بدها تبقى ساكتة بهذا الوضع الاقتصادي؟ يعني دمار اقتصادي، انهيار كامل، النظام عم يحاول يبقى واقف من مساعدات الناس على حساب الناس، على حساب جوع الناس، بس الكل ساكت. فطول ما هن ساكتين هو مستمر، ما فينا نحن نقيس لأمتى قادر يستمر. هو طول ما في مساعدات عم توصله هو مستمر، بس في شعب ساكت، في ناس متضررين ما عم يحكوا. طول ما هن ساكتين، طول ما الوضع هادي بالنسبة له، هو ما عنده مشكلة قد ما انهارت العملة. يعني اليوم نحن عم نحكي عن دولار مثلا ب 3500 ليرة، مين اللي تأثر بالدولار ب 3500؟ الشعب، الناس اللي عم تشتغل بالليرة السورية هي اللي تضررت. أما اليوم إذا بدنا نحكي نحن عن رجال أعمال ولا عن نظام ولا عن مسؤولين نظام، إذا بيصير الدولار ب 100,000 هن شو فارق معهم؟ هن دولار، هن ثروة، يعني ما عندهم أي مشكلة. النظام مستمر بهذا الوضع الاقتصادي، واقف اقتصاديا داخليا طول ما الناس ساكتين، وخارجيا طول ما في دول عم تدعمه، والدعم موجود يعني من حلفائه من كذا جهة. يعني حتى الصحة العالمية اعترفت بدعم النظام، قالوا أنه نحن دعمنا المدنيين بمناطق النظام، لكن وين هذا الدعم؟ مين اللي سيسوا؟ مين اللي وزعوا؟ مين اللي أشرف على كل هاي العملية؟ النظام. هيئة الأمم المتحدة أرسلت مئات الأطنان ومئات آلاف الدولارات للمدنيين بمناطق النظام، لكن كيف تم توزيعها؟ تم توزيعها بإشراف منظمات وجمعيات محلية متعاملة مع الأمم المتحدة، جيروا كل المساعدات الداخلة على سوريا للنظام وعناصره وضباطه وغيرهم. يعني حتى مؤخرا المساعدات الإغاثية نفسها انشطبت أسماء المستفيدين وتحولت المبالغ اللي مخصصة للإغاثة لترميم منازل. منازل مين اللي ترممت؟ منازل عناصر النظام، ضباطه، مسؤولين، أشخاص تضررت منازلهم أصلا بهي المناطق الموارد. طيب أستاذ مازن، أعود معك إلى نقطة العقوبات. يعني يبدو أن السوريين عالقون هنا في ثنائية، إذا رفعت العقوبات عن النظام سيستعيد شيئا من شرعيته وسيعود إلى الانتعاش، وطالما العقوبات موجودة يبدو أن وضع المدنيين يتدهور بسبب الطريقة أيضا التي يدير بها النظام اقتصاد البلد، يعني الطريقة التي ينجو هو بها، ويعني تذهب كل الآثار السيئة إلى الناس. متى يمكن الانتهاء من هذه الثنائية؟ إلى متى النظام يستطيع مقاومة العقوبات ونرى المدنيين في هذه الحالة المأساوية؟ يعني بالحقيقة أنا ما بعرف إذا هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي بتتحمل مسؤوليته العقوبات. يعني أنا ما كتير بتفق مع هذا الرأي، مع كل الاحترام، كونه إنه يعني العقوبات على الأقل بما يخص القضايا المعيشية، القضايا اللي لها علاقة بالتعليم والصحة، هناك نظام فعلا لحماية المؤسسات الحكومية من الآثار المباشرة لهذه العقوبات، لكن قد يكون هناك بعض الآثار الجانبية، هذا وارد جدا. لكن المشكلة الأساسية حتى بهذا الشكل، حتى لو حملنا نحن العقوبات المسؤولية الكاملة، هذه العقوبات هي نتيجة الانتهاكات والممارسات اللي قام فيها النظام. هذه العقوبات تم فرضها بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللي ارتكبها النظام. لم تأتي هذه العقوبات على يعني مطالب سياسية نفعية للدول اللي فرضتها، جاءت بناء على ما قام به النظام. حتى ترفع هذه العقوبات، على النظام أن يحل هذه القضايا الحقوقية، القضايا المتعلقة بالمختفين والمغيبين والمعتقلين وقائمة طويلة من الانتهاكات. هذا يعني بشكل أساسي فيما يخص العقوبات. لكن سوء الأوضاع المعيشية أيضا مرتبط بأنه نحن يعني بلد 10 سنوات من الحرب،
دمرت البنية التحتية الاقتصادية، دمر كل ما في هذا البلد من مقومات اقتصادية. يعني أمراء الحرب اللي عم يحكي عنهم الأستاذ ميشيل أيضا هن يعني حولوا البلد ما تبقى منه لاقتصاد حرب. هذا كل ياته بيتحمل المسؤولية ما وصلنا إليه من ظروف معيشية. ليس العقوبات بشكل مباشر، قد تكون العقوبات مرة أخرى هي مجرد عامل ثانوي بهذا الخصوص. لكن المسألة الإشكالية أنه النظام، نعم أعتقد أنه رغم الوضع الاقتصادي الكارثي، رغم الدمار الاقتصادي اللي نحن موجودين فيه بسوريا، إلا أنه يستطيع الصمود فترة بناء على أنه هذا النظام هو يعني نظام أبدا المصلحة الوطنية ما نع على قائمة أولوياته. بالتالي هل هناك تعليم أو لا يوجد تعليم؟ هل المواطنين عم يتلقوا العلاج أو ما عم يتلقوه؟ هل المواطنين عم ياخذوا حصصهم الغذائية الكافية أو لا؟ هذا الموضوع حتى يعني أشد موالينه، هذا الموضوع النظام غير معني فيه نهائيا. بالتالي نظام آخر غير هذا النظام اللي هو قائم فقط يعني على أولوية استمراره بالسلطة، قد يكون هذه الشروط المعيشية قد تكون عامل مؤثر فيه. أيضا بالإضافة يعني إلى ما ذكره الأستاذ أحمد حول إيران وروسيا والداعمين، وأيضا أدوار تقوم فيها UNDP تحديدا بشكل أساسي، لكن هناك أيضا مجموعة من الدول العربية والإقليمية التي أيضا يعني ليس لديها مصلحة بأن يكون هناك انهيار كامل، أن تتحول سوريا إلى دولة فاشلة. فأيضا هذه الدول بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيضا تقوم بمنع عملية الانفجار الاقتصادي أو تحول المناطق اللي خاضعة على سيطرة النظام لمناطق فاشلة بالكامل. هذه الدول أيضا كمان نحن بحاجة أن نتوجه لها، بحاجة أن يكون لدينا يعني مقولة أخرى مختلفة عن كوننا نحن فقط ضحايا مساكين، ويجب على الدول أن تدعمنا لأننا ضحايا ولأننا نستحق الشفقة والرحمة أمام نظام فاجر مستبد. النظام هو كذلك، وكل الدول تعرفه تاريخيا مش من اليوم، ما أنه مفاجئ بالنسبة له، واللي لحد اليوم رغم كل الأدلة، رغم كل ما هناك من توثيقات على جرائم النظام، لا يعرف تماما أنه هذا النظام نظام مجرم، لن يغير قناعته. يعني ربما أيضا يعني جزء من ضعف هذا التواصل له علاقة بما تفضلتم به من كون المعارضة نفسها عالقة في تجاذبات إقليمية بين هذه الدول. أستاذ ميشيل، في نقطة أخيرة، يعني بعد كل هذه السنوات، هل تغيير النظام ما زال هدفا منطقيا، سواء لعملية سياسية أو عملية تفاوضية يذهب إليها السوريون، أو حتى حراك يعني قد يعني يظهر من الداخل؟ خليني أقول لك بالبداية رأيي بالعقوبات. أنا برأيي لم تفرض عقوبات على النظام، هذا كذب، هذا كذب كبير. فرض عقوبات على أشخاص، والأشخاص ليسوا النظام، وباعتبار الأمم المتحدة معترفة بالنظام باعتباره الممثل القانوني للشعب السوري، وبالمعنى أرسلت له كم هائل من المساعدات العينية والنقدية، مليارات. فهذه المساعدات كان النظام هو الذي يوزعها، وبهالمعنى كذب أنه كان في عقوبات على النظام، والعقوبات تستهدف إسقاطه إلى آخره. مثلا بالإضافة إلى ما يملكونه من خبرة في التهرب منها وتحريك الأموال. لا، إذا تسمحي لي، هي نقطة مهمة، أنه 88% من المساعدات كانت تجي لسوريا كانت تروح للنظام، هي أرقام الأمم المتحدة. فأي عقوبات كانت تفرض على النظام الذي كان لديه شبكة واسعة منتشرة في كل مكان، وكانت هذه المساعدات تذهب إليها، وهم غالبا القتلة اللي دايرين من محل لمحل يقتلوا الناس، والممسكين بالحواجز، وتعدادهم حوالي 100,000 بهالعشر سنوات. وبهذا المعنى ما كان فعليا في عقوبات اقتصادية بالحقيقة، كان في مقاطعة اقتصادية لبعض الأشخاص، لكن النظام كان يتلقى كل ما هو ضروري لتمويل آلة حربه ونظامه وأجهزته من الأمم المتحدة ومن المؤسسات الدولية، حتى ماليا مليارات اليوريات رايحة. هلا بجاوب على سؤالي. أنا باعتقادي أنه نحن صار النظام ورانا، نحن تخطينا النظام تبع بيت الأسد، حتى لو أعيد انتخابه خطينا. هذا النظام الذي يقول أحد وزرائه للناس خبزوا ببيوتكم لأنه ما أنا قادرين نطعمكم خبز،
أي انتصار أحرز، أي نظام هو، وين النظام بالعالم بالتاريخ كله اللي بيطلع وزير رسمي وبيقول للشعب بخطاب خبزوا ببيوتكم لأنه ما قادرين طعمكم خبز. النظام لم يعد موجود، هناك محاولات لإعادة إنتاجه وفرضه علينا وإعادة ترميمه وتركيبه مستقبلا إذا تمكنوا الروس والإيرانيين من ذلك. ومع ذلك هو ذاهب للانتخابات أستاذ ميشيل، يعني ذاهب للانتخابات. الأمريكيون يقولون أنها انتخابات غير شرعية، المعارضة موجودة في دمشق، يعني حسن عبد العظيم هنا في هذا البرنامج قال أن هذه الانتخابات لا نعتبرها شرعية والنظام ذاهب إليها. لا يعتبرها شرعية، لا عم خليك أنا، أنه الشعب السوري صحيح النظام ألحق به أذى هائلا ودمر كثيرا من كياناته وأطرافه، لكن الشعب السوري دمر النظام أيضا. هذا النظام الموجود لا يمكن إعادة إنتاجه بأي وسيلة كانت بالعالم، صار ورانا. علينا أن نرتب أمورنا كي نقدم نموذجا ما في العالم يقنعه أن هذا النظام صار ورانا وأنه لم يعد نظام وظيفي وبهالمعنى لا مكان له في حياتنا ولا بالحياة الدولية كلها. نتمنى أن يكون ذلك فعلا في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك ميشيل كيلو الكاتب والمعارض السياسي ضيفي من باريس. الشكر أيضا لضيفي من باريس مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ولضيفي في الاستوديو مدير تحرير موقع صوت العاصمة أحمد عبيد. الشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة، انتظرونا الأربعاء القادم في موضوع جديد. إلى اللقاء.